منورنا مستر هيوت. سليم, it's so good to see you. It's been so long. هذا الباشا عايزين تجيب المدام وتيجوا تزورونا عندنا. انا مراتي هنا اسبوع وعايزين نشوفكم. قاعدين فين؟ في كومباوند كده في زايد. المدام ساب انجلترا كلها وقاعده في زايد؟ بتموت في مصر, عايز اقول لك. خطر يا هيوت, هتلقط طباع الزوجات المصريات وهتنكد عليك عيشتك. النكد الزوجي معلوش كنسية. انت العربي بتاعك مش طبيعي. ما هو انت يا اما من اصول مصريه يا اما شغال في المخابرات. انت عهرته بجد كده لانه شغال في المخابرات فعلا. طب احنا عايزين ان الاتفاق يكون مريح للطرفين. مش هنقص حقك, لكن لازم نبقى واقعيين برضو. انت لازم تمويل علشان القنوات الجديده اللي انت فتحها, ودي مش حاجه محتاجه ذكاء علشان نعرفها. الارقام بتاع الاعلانات فيها سقف وانت مش واصل له, وحتى لو كنت واصل له فده مش كفايه. الحكايه محسوبه يا سليم. انا هديك نسبه من القنوات بتاعتي قصاد نفس النسبه من القنوات بتاعتك اللي في دبي. طب ده كلام؟ القنوات اللي لسه ما اشتغلتش تتقيم زي قنوات بقى لها 5 سنين شغاله, وده غير الفروق في الاسم. ولا انت ممكن تبعديها بس قدامك سنين وممكن ما يحصلش برضه. 350 مليون وصلت 30%. افتكر كده ممكن تفرق.